لو هنتكلم عن أغرب الأشياء في الكون، فالثقوب السوداء بلا شك هي أكتر الأشياء غرابة. أجسام فلكية غير منطقية بالمرة، بتحمل خلفها أسرار كونية مذهلة شغلت بال علماء الفلك على مدار عشرات السنين. أجسام فلكية بتتمتع بجاذبية قوية لدرجة إن مفيش شيء في الكون ولا حتى الضوء نفسه يقدر يهرب منها. والنهاردة هننطلق في رحلة مثيرة جدا، هنتكلم فيها عن أغرب شيء في الكون، الثقوب السوداء، ونعرف من خلالها إزاي بتتشكل وإزاي بتموت، وإيه اللي ممكن يحصل لو قررت تعبر من خلالها، وهل هناك إحداها بالقرب من الأرض، وهل من الممكن تدميرها، وإيه مدى حجمها وعلاقتها بسر الكون الحالي. أهلا وسهلا بكم، أنا محمود، ودي إحدى حلقة برنامجنا مليون سنة ضوئية، والنهاردة هنتكلم عن الثقوب السوداء. بس قبل ما نبدأ حابب أنكم تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد، وتدعمونا بالإعجاب بالفيديو. ويلا بينا نبدأ. بتتشكل الثقوب السوداء غالبا من انهيار النجوم، والنجوم بشكل آخر هي تجمع هائل الكتلة أغلبه من ذرات الهيدروجين، واللي بتنهار على نفسها بسبب جاذبية نواتها، وفي نواتها بيحصل اندماج نووي، والاندماج النووي بيحول ذرات الهيدروجين لهيليوم، وبالتالي عملية الاندماج النووي تطلق كميات هائلة من الطاقة، والطاقة دي بتكون على شكل إشعاع بيندفع باتجاه معاكس لقوة الجاذبية، اللي بدوره بيحافظ على حالة توازن لحياة النجوم من انهيارها بفاعلية الجاذبية. وطول ما بيستمر الاندماج النووي في نواة النجم بنعرف هنا ان النجم بيفضل مستقر، وكل النجوم بتحتوي على مقدار معين من غاز الهيدروجين. النجوم اللي كتلتها اكبر بكتير من الشمس تستهلك قدر اكبر من غازها الهيدروجيني، والحرارة العالية والضغط الهائل في نواة النجوم بيمكنها من تحويل او دمج عناصر الهيدروجين لعناصر اثقل، لغاية ما بينتهي الامر بعنصر الحديد. والحديد على عكس كل العناصر اللي بتتشكل داخل النجوم، فاندماج الحديد مش بيولد اي طاقة، وبيتراكم الحديد في لب النجم لغاية ما بيوصل لحالته الحرجة، فبيختل التوازن بين الإشعاع والجاذبية، وقتها بينهار لب النجم خلال جزء من الثانية، وينهار النجم للداخل. بتتحرك المواد تجاهها في حوالي ربع سرعة الضوء، فتزيد معاها كتلة أكتر داخل اللب، وهي دي اللحظة اللي بيتم فيها خلق كل العناصر التقيلة في الكون، وبينتهي النجم بانفجار هائل معروف بالسوبر نوفا. خلال موت النجم على شكل سوبر نوفا، النجم مش بينتهي كليا، بينتقل لمرحلة تانية من حياته في صورة نجم نيوتروني. وإذا كان النجم كبير بما فيه الكفاية قبل السوبر نوفا، لب النجم بينهار ويتحول لثقب أسود، جسم كوني مرعب، أقوى الأجسام في الكون. أي شيء آخر بيقرب من مجال جاذبيته بيتسحب تجاهه على الفور. ولو نظرنا للثقب الأسود عن قرب، كل اللي بنشوفه هو آخر جزء في الثقب الأسود، الإيفنت هورايزون أو أفق الحدث أو الحدود النهائية للثقب الأسود. أي شيء بيتجاوز أفق الحدث بيفترض عليه إنه يتحرك بسرعة أكبر من سرعة الضوء عشان يقدر يهرب منه، وفكرة زي دي مستحيلة، لأنك لو تجاوزت سرعة الضوء فأنت كده بتخترق قوانين الكون. بعد الحدود الداخلية لأفق الحدث، كل اللي بنشوفه فقط هي كرة سوداء مش بتعكس أي شيء. لكن لو كان أفق الحدث هو الجزء الأخير من الثقب الأسود، فيا ترى إيه الجزء الأساسي من الثقب الأسود؟ وهنا بننتقل للسنجولاريتي أو نقطة التفرد، وحرفيا ما عندناش أدنى فكرة عن إيه هي نقطة التفرد. فيفترض إن التفرد قد يكون ذو كثافة لا نهائية، لأن كتلة هائلة متركزة في نقطة واحدة في الفضاء، نقطة لا ليها سطح ولا حجم، أو قد يكون شيء مختلف تماما، وحاليا ما عندناش معلومات عن هويتها، زي مشكلة القسمة على الصفر كده. والثقوب السوداء مش مجرد أجسام بتسحب كل حاجة حواليها، لأن في السيناريو لو بدلنا الشمس بثقب أسود بنفس الكتلة مش هيغير شيء في مدار الأرض، إلا أننا فقط هنتجمد. وهنا نطرح سؤال، إيه اللي ممكن يحصل لو سقطت داخل ثقب أسود؟ وحسب مفهومنا للنظريات النسبية لألبرت أينشتاين، الإحساس بالوقت هيكون مختلف عند الثقوب السوداء، والمنظور من الخارج أو في حالة مراقب بيشوفك وانت داخل الثقب الأسود من الخارج هيبدو وكأن سرعتك بتتباطأ كل ما بتقترب من أفق الحدث، والوقت هنا بيمر أبطأ بالنسبة لك مقارنة بالوقت خارج الثقب الأسود نتيجة الانحناء اللانهائي التدريجي لسبب الثقب الأسود في نسيج الزمكان. في المرحلة النهائية أو بمجرد وصولك لأفق الحدث يبدو وكأن الزمن توقف بالنسبة لك. المنظور من خارج الثقب الأسود للشخص المراقب للشخص اللي سقط داخل الثقب الأسود هيشوفك وانت بيميل لونك للون الأحمر لغاية ما تختفي كليا من منظوره، إلا أنه من منظورك أنت فكل اللي هتشوفه الكون كله قدامك بيمر بشكل سريع جدا، كأنك بتشغل فيلم بيمر بسرعة عالية جدا، أو كأنك بتشوف شريط حياة الكون بيمر قدامك بسرعة عالية جدا. ربما دي تكون نهاية حدود معرفتنا عن اللي ممكن يحصل للشخص اللي بيسقط داخل الثقب الأسود. أما اللي هيحصل بعد كده غالبا يا هتموت بسرعة يا هيكون عندك بضع الوقت، وفي النهاية هتموت بعدها. الثقب الأسود بيشوه الفضاء أو المكان حواليه لدرجة أنك لما بتعدي أفق الحدث مش هيكون عندك غير اتجاه واحد فقط، اتجاه واحد تتحرك فيه وكأنه خط مستقيم بلا عودة، وحركتك تجاهه وكأنك داخل ممر ضيق
وكتلة الثقب الأسود متركزة بشكل كبير جدا لدرجة إن حركة في المسافات الصغيرة زي بضع سنتيمترات جاذبية بتأثر فيها وبتزيد بقوة ملايين المرات عن اللي قبلها، وتأثيرها على جسمك بيظهر بتمدد جسمك بفعاليات الجاذبية لغاية ما تتمزق خلاياك بالكامل وتتحول لسيل من سائل البلازما الساخن بعرض ذرة واحدة. أما بالنسبة لخيارك الثاني، إما إنك هتموت بشكل سريع جدا بعد لحظات من عبورك الإيفنت هورايزن وكأنك اصطدمت بجدار ناري فورا بينهيك بالكامل، وسرعة نهاية حياتك بتعتمد على كتلة الثقب الأسود. فثقب أسود صغير الحجم من الممكن إنه ينهي حياتك فورا قبل ما تتخطى أفق الحدث، وثقب أسود هائل الحجم محتمل جدا إنك تتمكن من السفر من خلاله، لكن بيظل هناك منطقة داخله بتشتغل على انها تنهي اي شيء، وده لان الثقب الاسود نهايته نقطة التفرد، وسرعة نهايتك بتعتمد فقط على ابتعادك عن نقطة التفرد. كل ما ابتعدت عن نقطة التفرد كل ما عشت اطول. احجام الثقوب السوداء مختلفة، في ثقوب سوداء باضعاف قليلة من الشمس، وفي ثقوب سوداء باحجام هائلة واللي غالبا بتكون في مراكز المجرات واللي اعمارها بيتجاوز مليارات السنين، او الثقوب السوداء اللي بيعتقد انها نشأت من بداية الانفجار العظيم واللي بتختلف عن الثقوب السوداء اللي نعرفها. اكبر ثقب اسود معروف حتى الان هو ثقب فينيكس A، كتلته بتوصل لحوالي اكتر من 50 مليار ضعف كتلة الشمس. على الرغم من ان الثقوب السوداء اقوى الاجسام في الكون، لانها في نهاية المطاف نهايتها هي انها تتبخر من خلال ظاهرة معروفة باشعاع هوكينج. ولتوضيح ظاهرة اشعاع هوكينج خلونا نبص على مساحة فارغة في الفضاء، والمساحة دي اللي قد تظنها فارغة فهي غير فارغة فعليا، لكن مليئة بجسيمات افتراضية بتظهر للوجود وبتشتغل على انها تفني بعضها. ولما بيحصل ده على حافة الثقب الأسود، واحدة من الجسيمات الافتراضية دي بيتم سحبها داخل الثقب الأسود، والجسيم الآخر بيهرب ويصبح جسيم حقيقي، وبالشكل ده بيفقد الثقب الأسود طاقته. في البداية بتحصل الظاهرة دي بشكل بطيء جدا وبتزيد سرعتها مع نقصان حجم الثقب الأسود. والتمثيل للأمر، لما بيوصل كتلة الثقب الأسود لكويكب كبير بيشع حرارة بتساوي درجة حرارة غرفتك، ولما بيوصل كتلة جبل مثلا فبيشع حرارة بتساوي درجة حرارة الشمس، وفي آخر ثانية من حياته بيشع الثقب الأسود طاقة بتساوي مليارات القنابل النووية بانفجار هائل. لكن العملية دي بطيئة بشكل كبير جدا. أكبر الثقوب السوداء المعروفة بيحتاج حوالي 10 مدبوع بمية صفر سنة أو رقم كوجول عشان يتبخر بالكامل، ودي عملية حرفيا بتساوي أكبر من عمر الكون الحالي بتريليونات التريليونات المرات، لم ولن نرصدها في حياتنا أبدا، لدرجة ان خلال المدة دي قبل ما يشع الثقب الاسود اخر ضوء ليه مش هيكون في حد نهائي يشهد اللحظة دي، او بمعنى اخر الكون وقتها لن يكون قابل للحياة او في اخر لحظات الكون. لكن استنى هنا، دي مش نهاية قصتنا. يا ترى هل من الممكن نكتشف طريقة ندمر بها الثقوب السوداء؟ تعالوا ننطلق في الرحلة التانية. بالحقيقة لحد دلوقتي ما اكتشفناش غير طريقة واحدة بس لتدمير الثقوب السوداء،